عنده قدرة مخيفة على التنقل. البكباشي مروان البفدي. ليدو عايزك تسرق جهاز موجود في بيت الدكتور فنانس عبد الدايم. ولد خد اي حاجة بس ابني انا. لا انا هسيب كل حاجة لوالدك انت. اثبت عندك يا ليدو. ايه ده؟ ايه ده؟ انا صغرت. مش يمكن النجيلة هي اللي كبرت؟ اجرو خلاص يا جماعة الضفديعة جون. شيت احنا مش هينفع نفضل ماشيين كده. دي حتة خنفسة لا راحت ولا جت وهتاكلنا كلنا. انا نفسي بعد الخنفسة نركب الدودة. بابي مشغول طول الوقت ومامي اتحولت لبت. مامي اتحولت لبت؟ هي مامي اصلا كانت ذكر ولا ايه؟ بيفكرين صحيح عجب لك طبق رمل هنا في القفص. مش كنا شغلنا الجي بي اس؟ وهنكتب ايه بقى؟ حوض مطبخ فيلا فنانس؟ مش عايز اموت غرقان. رد عليا ارجوكي انت فين؟ انت لو كلت هتعمل غيرها عادي. ما تقلقوش. انتوا بتكهربوه على كام؟ على واحدة ونص، انت مش شايف؟ اخرج انت بره عشان ما ازعلكش. تزعل مين يا امور؟ ده انا اجيبك بالشرشوبة. انت عنكبوت على ايه ده بقى؟ انا معرفش اللاعب دينا ويالنا على ايه؟ لازم نوصل البيت بكرة في أسرع وقت. احنا لو ما جبناش البيت دي يبقى نستاهل نرجع رايس لاعب تاني. يا ابني فهمني انت لعبة ايه؟ هنخبط في الكرانيات. وشوباش دي باربي بتاعت ديزني. دي باربي بتاعت السوبر.